من رام الله ينضم إلينا السيد عصمت منصور الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد منصور. بداية، تداعيات هذا التأجيل ومصير الوحدة الوطنية الهشة أساسا بعد ما يرى بأنه استسلام من القيادة الفلسطينية لإرادة سلطات الاحتلال. تحياتي لكم. يعني بالفعل هذا القرار، هذا ليس استسلام بل إلقاء كل ثقل القرار الفلسطيني في يد نتنياهو والاحتلال، وجعل كل مصيرنا ومصير نظامنا السياسي رهين برغبات ونزوات نتنياهو واليمين الإسرائيلي. هذا القرار الذي يصور على أنه يعني حماية للقدس بين قوسين هو عمليا أفرغ ما حققه المقدسيين قبل أيام من مضمونه. هذا الإنجاز الذي تحقق تم إفراغه من مضمونه، وأعيدت القبضة الإسرائيلية والتحكم الفردي في القدس من قبل نتنياهو واليمين سياسيا وليس ميدانيا. الميدان في القدس يحميه شباب القدس. لذلك أعتقد هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة. هذا القرار تداعياته القانونية والسياسية وربما الميدانية أيضا كما سمعنا من رئيس القائمة قبل قليل قد تكون بالفعل بعيدة المدى وكارثية، لأنه لا يوجد مسوغ قانوني، لا يوجد أي مسوغ سياسي، لا يوجد مبرر سوى أنه حزب أو حركة قررت أنه هذه الانتخابات لا تناسبها، لا تأتي على مقاسها، وبالتالي لا ضير في إلغائها تحت أي سبب، ولتكن القدس هذا السبب. هذا يعني أن النظام السياسي أصبح بلا مرجعية. هذا النظام السياسي لم يعد يمثل حالة إجماع من الفلسطينيين أو حالة متفق عليها ومسنودة قانونيا، والآن حق أي قائمة مرشحة أن تدعي أنها تمثل الشعب الفلسطيني أو لها حق بأن تكون جزء من تمثيل الشعب الفلسطيني. أيضا يعني هل ترى أنه تم الاستعجال باتخاذ هذا القرار أستاذ منصور؟ يعني ربما الاتحاد الأوروبي حتى يوم أمس كان يطلب مهلة إضافية للحديث مع الجانب الإسرائيلي، وربما محاولة انتزاع موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة. وأنت تعلم يعني هناك في انتخابات 96 و2005 و2006 يعني كانت تعطي إسرائيل الموافقة نتيجة الضغوط عليها في الأيام الأخيرة عام 2006 قبل 10 أيام فقط من موعد إجراء الانتخابات. التجارب السابقة وكما ذكرتم تثبت أنه بالفعل كان بالإمكان استنفاذ مزيد من الوقت، ولكن كانت الخشية لدى السلطة أن يتم دخول في مرحلة الدعاية الانتخابية ويصبح التراجع عن الانتخابات مستحيل تقريبا حتى من الناحية العملية. لذلك هم يعني تسرعوا في هذا القرار واتخذوه، وعلما أنه بالفعل يعني القوة كانت تطالب، الشعب كان يطالب، الدول الأوروبية الصديقة التي يعني تضغط معنا على إسرائيل كانت تطالب، وأيضا كان هناك طرح لإمكانية إيجاد بدائل لتثبيت يعني لا ليس الفرق بين من يريد أن يصوت في القدس ومن لا يريد. الفرق هو بين كيف نصوت في القدس. الكل يريد أن تصوت القدس وأن تكون حاضرة، ولكن هناك من يريد أن يكون الشيء في البريد وبموافقة إسرائيلية، وهناك من يريد أن يكون من خلال مواجهة ميدانية إعلامية سياسية وتظاهرة جماهيرية كبرى تثبت لمن ينتمي الشعب الفلسطيني في القدس وأين وجهته وما هي هوية المدينة. أيضا من يعني من القضايا التي ربما من العجلة والاستعجال أنه لم يعني يتم بحث ولو لثانية، أو على الأقل لم يتم التلميح بشكل واضح في بيان الأمس ما مصيرنا الآن. يعني كيف ستدار الأمور في ظل هذا الفراغ؟ لماذا لم يتم الاجتهاد في البحث عن صيغة تمثل الجميع، كل الكتل المتنافسة، إلى أن يعني يتم عقد الانتخابات وتكون هذه الصيغة ملزمة للرئيس ومرجعية للرئيس وللسلطة، وتكون حكومة ممثلة لكل هذه القوى؟ إذا كانت الفكرة أن القدس هي القضية كان يمكن لجوء لصيغة من هذا النوع، ولكن نعم. كل ما يعني نسوقه من أمثلة يثبت أن القرار كان جاهز ولا يمكن يعني أن يكون هناك قرار آخر. نعم سيد عصمت منصور الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.